انتبهت ايام قليله في اول رمضان. هو راك شتيو البلاغ وشتيو يعني مجموعه المقالات الالكترونيه وشتيو اسمع اسمع وردك واسمع وشتيو الفيديو اللي تصور. الرد ديالي ان كل المراكز الصحيه للقرب اللي دشنت في هذا الشهر رمضان من طرف جهه الملك نصر الله كلها كتشتغل، اشتغلت في اليوم الموالي، وهناك من اشتغل في الليله ديال التدشين لانه مراكز مصالح ديال المستعجلات خدمت في ليلتها. وعندنا ارقام يوميه حول عدد ديال المرور من هذه المستشفيات، حول عدد ديال الاعمال والعمليات اللي دارت في المستشفيات. ويمكن تواصلوا مع وزاره الصحه يعطيكم الارقام، يعطيكم الصور، يعطيكم الفيديوهات في هذا المجال.